حاج خالد مرحبا. انت مدرس ان شاء الله. ايه علاقتك بالموضوع ده؟ والله انا من صغري كنت في فرق الطلايع في شباب رياضه. اتعلمت الغناء وتاسست على ايد اساتذه فنانين كبار. ومنهم اتعلمت الغناء فسمعت الغناء البدوي وعجبني، اشتركت مع فرقه الفنون الشعبيه بتاعت شباب رياضه او بتاعت انت اصلا مش بدوي؟ لا انا شعراء وعرايش. عرايشي عرايشي. فالمهم اتعلمت اللهجه البدويه من خلال الغناء الفن الشعبي مع اساتذتي واخواتي فرق الفنون الشعبيه في لفه العالم. فحبيت اللون البدوي واللهجه البدويه وانه كلام جميل وفي نفس الوقت الالحان بتاعته حلوه جدا. لا احنا كمان تدربنا على انك تطلع على المسرح وازاي تتعامل مع الاجانب من خلال فنانين عندنا حميد الله يرحمه. طبعا حميد ابراهيم ده احنا اتعلمنا منه طبعا ده الاساس. طب ما تقولوا لي حاجه من حاجاته مع بعض كده من ريحه الراجل ده. يا ام الخله الخمريه من وين ديارك يا بنيه، يا ام الخله من وين ديارك يا بنيه، يا ام الخله الخمريه من وين ديارك يا بنية، من وين ديارك من وين 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 من وين ديارك يا بنية. شعراوي احكي لي عن الجيركل. جيركل جاز. جاز. ده بتاع العربية بتاعت الحرب، أيام الحرب. وعملوه آلة إيقاعية واشتغل وكل حاجة فيها رنة. هو ده اللي أنا عايز أروح له. إيه الإيقاعات اللي بيديها لك؟ إمكانياته هي مش إيقاعات، أنت اللي بتصنع الإيقاع. وأنت اللي بتصنع الخط. يعني أنا أعرف إن أنت لما تعزف من قدام غير لما تعزف جنب. نفس الإيقاع. هنا في خبطة وهنا في خبطة وهنا ليها صوت. كل حاجة ليها صوت على حسب الحجم ده حجمه عريض ده حجمه صغير من قدام هيديك رنة تانية. ما تديني أمثلة أحب أسمع. مثلا ده صوت بيطلع من الجنب، يعني ده مثلا ممكن أصنع أي حاجة. فيكا اصلا الدف من ضمن الالات البدويه ولا ملوش علاقه؟ الدف في الاساس اله الدف اصلا اله فرعونيه، يعني احنا اول من اخترع الايقاع في الدنيا دي كلها. طبعا كان في اشكال كتير ليه بقى في كل حته موجود في مصر لحد ما وصل لنا في سينا، وطوعناه برضو. كنا بنشتغل الاول بجلد الماعز، كان ليه برضو الرونق بتاعه بيوافق الجو بتاعنا، الجو الصحراوي والحياه البدويه البسيطه اللي كنا عايشينها. ده بقى السحر كله صندوق الذخيره. ده بتحط فيه الذخيره اللي هو شرايط الذخيره اللي بتطلع للرشاش. ده بتاع الرشاش تحديدا اللي هي بتبقى زي الشريط. احنا العرب عندنا في الصحراء طوعناه هو والصندوق الجيركن في السامر البدوي. السامر اللي هو في الافراح البدويه الدحيه. الدحيه والسامر البدوي بقى ده بقى بيزخرف الايقاع، يعتبر زخرفه للايقاع. بيزخرف الايقاع زي ايه مثلا؟ كيف تديني يعني مثال؟ الجيركن لما بيشتغل والدف بيشتغل ده زخرفه زي الشمبر على الطبل. Thank you.
يا سلام، ده ايه الجمال والحلاوه دي. الحمد لله. الفنان عبد المقصود، اهلا بحضرتك، ازيك؟ ربنا يبارك فيك. عامل ايه؟ شرقاوي وبدوي؟ انا شرقاوي فعلا، بس بقالي في العريش او في شمال سيناء حوالي 35 سنه. مارست العزف على المجرونه ديت تقريبا من 2011. حبيت انا اللون البدوي والشغل البدوي، فبدات مع فرقه الفنون الشعبيه، وبعد كده انضمت لفرقه الجيركن البدويه، واستمرت معهم لغايه وقتنا هذا. تلبس بتحضر سامر بنفس الزي ده؟ طبعا اللبس نفس الزي ده. وحابب جدا الموضوع وحابب الطبيعه، يعني هو يعني عشان في تقارب في العادات والتقاليد او الثقافات بين الشرقيه وبين المجتمع. ما برضو قبائل اصل معظم قبائل وعائلات طبعا العربية. يعني في تقارب كتير، فطبعا انا يعني اندمجت وحبيت. يعني هتلاقي معظم الناس الشرقويه اللي قاعدين في شمال سيناء مندمجين جدا في المجتمع السيناوي. العود آلة رئيسية في الغنى البدوي؟ العود ما بيخليش يعني يعتبر في أي مجال بيشتغل. بيشتغل بيحل الشغل. بحل الشغل. وبيملى بيملى، وغير كده لو ما فيش فرقة هو بيمشي. يعني أنا ممكن مثلا مش معيش فرقة أمشي شغل الفرقة، لو في ثقافة عايزين يعملوا حفلة ما فيش حد بروح أشتغل أنا بكملهم الشغل يعني. وبعدين أنا حبيت العود، عزفت العود يعتبر لوحدي، ما حدش علمني. سماعي؟ سماعي. قعدت اعلف على وتر واحد مش عارف. المهم لما فصلت شرط اتفرج على اللي بيعزفوا عود، كنت امسكه ما اجيش اعرف. مسكت واحد قلت له طب ازاي بتعزف عود؟ قال لي كذا، علمني شويه. قلت طيب. بعديها قلت اخش معهد، دخلت معهد 3 سنوات، اتعلمت النوت الموسيقيه، اتعلمت يعني العزف وعرفت يعني. يا ليلى دانا ودانا